وللأسف أحدهم يقول لتلاميذه: إياكم أن تسألوني لما، يعني ليش، لا تقول لي شو الدليل. من قال لشيخه لما لا يفلح أبدا، يعني عقول إيش؟ ما في عقول. العقول لمين؟ للشيخ. وقالوا، خلوا أيضا النقطة الثانية، ممنوع تحضروا دروس عند غيري. ليش؟ قال: الذي يستمع للشيخين كالمرأة بين الزوجين. بنفع مرة جواز اثنين؟ شو هالقياس الفاسد؟ مش قياس مع الفارق، قياس فاسد لا صلة له بالموضوع بالمرة. وقال، وفي احد الطلبة اقتنع، لا حول ولا قوة، شو عاد ها طلع من راسه الكلام الباطل هذا، جيل الألفين عفوا بهالكلمة. اقنعوهم، بقنعوهم والله ما، بس احنا نيجي نحكي لهم بقول لك ما شيخ والله اقنعوني بهذا وخلص انا ضلي ماشي على الباطل، يضلك ماشي على الباطل.